خلال الساعه الاخيره فقط تم استهداف مصرف الوطني الفلسطيني، البنك الوطني الفلسطيني، وهو في مدينة خان يونس بصواريخ من طائرات الاستطلاع، وهذه هي الغارة الوحيدة التي نفذت خلال الساعة الأخيرة. تبعها رشقة من صواريخ المقاومة الفلسطينية أطلقتها. ما دون ذلك شهدنا أكثر من ساعتين حالة من الهدوء النسبي في مناطق قطاع غزة، لكن سبق كل ذلك في وقت مبكر من فجر هذا اليوم إطلاق المقاومة الفلسطينية وإعلانها أيضا من خلال بلاغات عسكرية تحدثت فيها سرايا القدس وكتائب القسام عن إطلاق صواريخ صوب تل أبيب برشقات صاروخية مختلفة ومتعددة أكثر من مرة، وتجدد القصف صوب تل أبيب أكثر من مرة، وكذلك كان هناك استهداف لمدينة عسقلان وأسدود كما جاء في البلاغات العسكرية للقسام وسرايا القدس. قبل قليل أيضا كان هناك حديث عن إحصائية أعداد الضحايا ما بين شهداء وجرحى. عدد الشهداء بالنسبة لوزارة الصحة، الرقم الذي أعلنته حتى اللحظة في تحديثاتها 67، لكن لدينا معلومات أيضا أن هناك 2 من الشهداء تم انتشالهم من بين أنقاض أحد المنازل المدمرة شمال قطاع غزة، وبالتالي نرجح أن يكون عدد الشهداء ارتفع إلى 69 شهيدا، بالإضافة إلى وصول عدد المصابين إلى نحو 400 مصاب، من بينهم عدد كبير كما تحدث لنا الطبيب في قسم الطوارئ هنا في حالة الخطر والخطر الشديد، وهم موجودين في غرف العناية المركزة، بعضهم خضع لعمليات جراحية. وبالنسبة للشهداء كان هناك عدد من الأطفال أيضا، أكثر من 15 طفلا من بين الشهداء الذين استشهدوا. نتحدث عن 69 شهيد منذ بداية هذه الجولة من التصعيد، لكن نصف هذا العدد وقع خلال 24 ساعة الماضية، وهذا من جراء كثافة النيران الإسرائيلية التي أطلقت من طائرات الاحتلال على عدد من المواقع والبنايات السكنية والشقق داخل البنايات السكنية التي خلفت هذا الكم الكبير من الشهداء وكذلك المصابين.